السلام عليكم جميعا، وازيكم؟ منورين. وزي ما قال انا بعرفكم بنفسي، انا الاستاذ دكتور جمال دياب، استاذ قانون جنائي، واشرف ان انا محامي بالنقد وان انا عضو النقابه زي حضراتكم. الدكتور كلمكم على اخلاق المهنه ونسي ان انتوا قد ايه في البدايه بنبقى عندنا شيء من المعاناه والفكر كده، احنا رايحين فين، هنبقى قد ايه، ازاي ابقى زي الدكتور فلان وزي الاستاذ فلان، مش كده؟ دي مشكلتنا كلها. وطبعا مشكله تانية الماديات. معلش يعني، هو انا شخصيا عايز اقول لكم الكلام المهم قوي. انا دايما بحب اشتغل في تخصصي معاكم، لكن هو اضطرني الدكتور المأمون لما اتكلم على الاخلاقيات، المساله مختلفه كتير، لانه اللي بيحتك يا اولاد بالمحكمه وبالدنيا العمليه، لا انتم ايها الاساتذه في برج عالي جدا، ما انتوش دارين باللي تحت. لا انا عارف اللي بيحصل تحت، وما عرفتوش الا لما كنت زي حضراتكم وشفت نفسي وانا بصحى 6 الفجر ويقول لي مش عارف اعمل. بس هو المشكله انه ما تدربناش عند حد، مع الفرق يعني، لانه اما بتبقى تدرس كويس. ودايما انا بوصي وعايز اقول لكم حاجه، الاول الحمد لله ان احنا عندنا فعلا نقابه، الحمد لله. انا قريب كنت في دوله قطر، فوجئت ان دوله قطر كلها فيها 90 محامي، فبسالهم الدوله كلها؟ قالوا الدوله كلها 90 محامي. طيب بس وطب في نقابه؟ قالوا لا ده هي جمعيه كده. طب بتحطوا مناية؟ لا لا لا. طب كذا؟ فقلت كويس قوي ان احنا عندنا نقابه ومسموعه الصوت، ده حاجه كويسه. ايضا من النقط اللي بتزعجكم وهتقابلكم في حياتكم، وانا بعتبرها النقابه بتاعتنا ملجا، فعلا ملجا. انت احق واحد بملجاك انك خريج الكليه وجيت اتسجلت وبقيت محامي ابتدائي او جدول عام وتتدرج. ساعات بيحصل لنا شيء من الغيره لما الاقي الضابط بعد ما تطاول عليك وعمل معاك مشاكل وخلص خدمته بينضم للنقابه، مش كده؟ وكذلك القاضي، وكذلك عضو هيئه قضائيه بتاعت قضايا الدوله او اذا يبقى القانون مبداه ونهايته عندكم في مهنتكم. طيب بس انا لما هاجي عند مهنتي، كلا منا له ملكات خاصه، كلا منا له ملكات خاصه. بمعنى في واحد بيحب القانون الاداري وهو في كليه يقول لك انا بحب الاداري جدا يا دكتور والله، طيب ماشي. وفي اللي بيحب الجنائي، وفي اللي بيحب المدني. انا عايز اقول لما هتنزل تشتغل او بتشتغل معظمكم في مكاتب او اقرا كويس قوي. معنى ايه اقرا كويس قوي؟ انا شخصيا بشتغل اجراءات جنائيه، يعني زي ما بقول انا استاذ جنائي بقول انا بتاع اجراءات. اجراء يعني ايه؟ يعني ما بيعنينيش الجريمة نفسها، أنا عايز أشوف اللي حققها مشي في المسار الطبيعي ولا لا، اللي استدل عليها مشي طبيعي ولا لا، اللي تحرى عنها مشي طبيعي ولا لا. طب ده يجي من إيه؟ أول كلمة في القرآن اللي جبريل قالها الرسول كان قال له إيه؟ اقرأ. البعض يقول لي ما أنا ببص دكتور على آخر الورقة بناء عليه الحكم كذا. جه إزاي؟ تسبيبه إزاي؟ دي الجزئية اللي بوصيكم أنتوا بيها. الأساتذة اللي بتشغلوا معاهم أو هتشتغلوا معاهم، إذا ما كانش الأستاذ بتاعك عنده من الوفاء ما يؤديه لك بورقة وقلم إنه يقعد يشرح لك، اسأله. ما عرفتش ادخل اعمل بحث، اتصل بالدكتور جمال بدم جالك وبقينا مع بعض وعرفنا نمرة بعض. دكتور أنا عندي جنحة كذا، عندي موضوع كذا، وأنا الحقيقة ما بتأخرش في ده خالص. ليه؟ لأنه أنا شفت انه معظم الاساتذه الافاضل، وهي ميزه طبعا، يمكن الدكتور لما بيتكلم بيقول المحاضره لا انا في الكليه بعتبر الطلبه هم زمايلي، النهارده بنتوا زملاء مهما اختلف. هي المساله بيننا وبينكم مساله وقت، يعني هي العنصر الزمني بس مش اكتر. يعني انا ما قريت من فتره حد كان كاتب على المواقع بتاع النقابه بيقول كيف تكون محامي ناجح، وقال مثل الأساتذة الدكاترة، وابتدى بالدكتور فتحي سرور والدكتور فلان. طبعا ده هدف جميل، وحط جمال دياب وحط مين ومين. لا انت ما جيتش كده نطت الانجليز، لا لا، انت بتحب ايه، طموحك ايه الشخصي، وما تخافش. كل اللي قاله الدكتور المأمون طبعا جميل وشيء حلو قوي، اعتزازك وامانتك وكذا، ولكن مهنتكم يا جماعة مبنية على الانتشار، على علاقات العامة، على الاحترام للناس، لكن في مسافة
اتعامل مع الناس واتكلم واسمع، وكل موضوع تسمعه ابدأ اتعامل عليه وفرق بين الاختصاص ده والاختصاص ده. لأنه موضوع الاختصاص مثلا من الأنواع، ارجعوا دايما، عايز ارجع في الاختصاص إلى قانون المرافعات. وانتوا في الكلية كان موضوع بسيط جدا، أو بنبصله على إنه حاجة صغيرة مش قد كده، لكن لما جينا نشتغل في الواقع العملي في كثير من المواد اللي خدناها في الكلية قلنا احنا بندرس دي ليه؟ هي مالها ومال الشغل، ومش لاقين لها علاقة لا بيننا ولا بين الحاجة. لكن لما جينا نشتغل لقينا المرافعات المدنية والتجارية، الكتاب اللي كنتوا بتاخدوه ده مهم قوي انك تقراه لوحدك، لانه شرحه لك في الكلية الدكتور فلان او فلان. منا اللي ما بيحضرش، ومنا اللي بياخد مذكرات واللي ما ذاكرش، لكن النهاردة اصبح لزام عليك روح للاجراءات دي وشوفها. هيقول لك ازاي تعلن، مش كده؟ ازاي ترفع دعوة فيها العقار في مكانه؟ طيب ازاي هتعمل صحة التوقيع؟ الحاجات البسيطة اللي بتبدأوا بيها هتعملها في مكان مين؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ طب في عناوينهم ولا في الكلام ده كله هتلاقيه في كتاب المرافعات بتاع الكلية، ده لوحده محتاج تقراه. كذلك لما بنيجي للإجراءات الجنائية هي زيها زي مادة المرافعات المدنية والتجارية، انه يجي يقولك ازاي هتعمل محضر، طب ازاي هتتكلم على التلبس، طب ازاي هتتكلم مع النيابة، طب ازاي حقوقك في كذا حقوقك في كذا. وخلي بالك ساعات بينتقل إلينا جمل القانون قالها احنا بناخدش بالنا منها. بمعنى ايه؟ يعني هو يجي يقول انت وانت في النيابة ما ينفعش التحقيق من غير حضور حضرتك، مش كده؟ دايما يقولك المحامي ما حضرش يبقى التحقيق في النيابة فيه بطلان. عندكم علم بكده ولا لا؟ طب هل ينفع يشتغل من غيركو؟ تماما ينفع. ها؟ استثناء ليه؟ ما فيش ده خالص. حد هيقول؟ ها؟ خلي بالكو، بصوا الراجل قال ايه؟ مش موضوع قفل، اذا انت هتعمل فكرتني باللي قاله، رحت الاسم لقيته قافل، الاسم ما بيقفلش. لا، في الحالة دي بنعمل ايه؟ طبعا ها؟ اللي بتقول حاجة تقول انا بسمع. قلت حاجة؟ حلو، ما لقيناش محامين. حتى بقى في بعض القضايا يا جماعه بيبقى المحامي موجود والنيابه مش عايزه تقابله، فيكتب يقول لك ايه؟ للسرعه وخشيه ضياع الادله. ودي نقطه احنا بنقف عندها كتير في المحكمه، واحنا بنترافع نقول له طب هي النيابه قالت السرعه وخشيه ضياع الادله، ده كلام كويس قوي، لكن ده الراجل محبوس احتياطي بقى له سنتين عندهم، السرعه دي كانت فين؟ هو انت كنت النهارده هتتعامل معايا وبكره هتحاكمني؟ اقول لك معاك الكلام ده، انما ده انت بتاخد 14 في 500 في 900 والراجل قاعد موجود عنده. طيب فهنا انتوا بالنسبه لكم هتقرا المرافعات بتاعتك القديمه وهتبص على الاجراءات، ومنها هتوصلوا في وقت من الاوقات انه هيجي لك في مكتبك جنايه. انتوا متخيلين يعني ايه جنايه؟ يعني روح انت مسؤول عنها، زيك بالظبط زي الطبيب اللي داخل يشق بطن مريض او يقطع شريان فين ويعمل ايه، انت واخد روح خلف القضبان. وطبعا اهل المجني عليه انت ممكن تبقى معاهم، فتبقى انت المدعي بالحق المدني، مش كده؟ واهل القاتل انت معاهم، فانت عن المتهم. الطرفين انت بالنسبه لهم رزقك مع ربنا، داخل خدنا البراءه، اهل المجني عليه عايزين يولعوا فيك وانت طالع، ده طبيعي. العكس، متهم ودخلت وربنا اكرمك واتقتل منك ولا اتعدم ولا اتاخد، محامي فاشل. طب خد براءه، القاضي كويس، انت مالكش دور خالص. لا لنا دور اساسي، هو لا هم اللي بيقولوا ده. دايما اهليه المتهمين او المجني عليهم دي حواراتهم. ولكن انت يكفيك حاجه واحده مهمه قوي، سمعتك. سمعتك اللي هي مش الشخصية بتاعتنا، لأنه كل منا له احترامه في ذاته وكيانه، ده أمر احنا ما بنختلفش عليه، لكن هو بيجي بيحصل عندك حاجة من التميز. التميز ده بيسمع فيك أو بيسمع عنك، يعني مش هتصدقوني لما هقول على حاجة معينة،
أنا من حوالي سنة كده كنت بترفع في جناية قتل في الصعيد، جناية كبيرة وأخذنا فيها البراءة. والله العظيم أنا دعيت في قطر على حس هذه الجريمة لما شرحناها مع بعض هنا في المعهد، ودعيت في الإمارات عليها. يا أخوانا في إيه؟ ده مش أنا اللي قتلت، أنا برأت، لكن أنا برأت برضو مش من اجتهاد شخصي، من علم، من إجراءات، من إلى آخره. هنا ابتدى النهاردة بسمع من الصعيد عايزين الدكتور جمال، من كذا. أنت بيتولد لك زي المطرب، لك أغنية واحدة ممكن تسمع العالم كله، أنت معاك لغات كتير تتكلم بيها، بس أحبها، حب مهنتك، حب لغتك، ما تخافش. والله كلنا بدأنا متعسرين، ما فيش حد اتولد بيقول. طبعا أنت بالنسبة لك تيجي يقول لك إيه، أنا بشتغل في مكتب حسين بيه الجمال. هو حسين بيه خد في القضية اللي جات له امبارح كام؟ فطبعا مع بعض وإحنا صغيرين خد 1,000,000 جنيه لوحده. قالوا أنت عايز تشاركوا فيها؟ قال مين أنت، مالك أنت؟ قال أول امبارح أول مش وبعدين يقول له إيه؟ قال ده بيديني عشان أنا بتدرب عنده 2,000 جنيه، مش حرام عليه؟ ده أنت كويس قوي إن أنت تسمع معلومة وتتعلم منهج تعامل، وإزاي تتعامل مع القضية الأول، إزاي أبدأ حواري مع الموكل اللي جاي لي، دي مهمة كبيرة قوي. وبعدين مع الوقت يا أولاد أو يا أساتذة، أنا آسف أنتوا أولادنا طبعا، هتجدوا الموكل بتقع عليه كل الجرائم اللي عندك في الكتاب. النصاب هيجي لك وهو بيكلمك أنت شايف عينيه الجريمة، ويقسم بالله أنه ما حصل، وإنه وإنه وإنه. دايما في مهنتك خلي سوء النية هو مغلب على حسن النية في سماعك للقضية. اسمع كلامي أنا، يعني كثيرا ما يأتي يقول لك والله العظيم يا دكتور ما كنت في مسرح الجريمة ده، ما عرفوش أصلا، فابدأ أتعامل معاها أنا كنيابة. أقول له والله يعني سيد لما كان واقف جنبك ما كنتش أنت؟ أقول لي لا، هو كان واقف بعيد عني شوية، خلاص رجله جت يعني. فأنت تبدأ تفهم اللي هو تستدرجه بالراحة، وبعدين تقول له مش عايزين نكذب علشان نشتغل مع بعض كويس. فأنا عايز أقول إنه أستاذك اللي أنت بتشتغل معاه إذا كان كويس وطد علاقتك بيه، ولما يجي موضوع ادخل اقعد معاه أو استأذنه، لأنه في بعض الأساتذة بتعتبر مساحة كبيرة قوي بينه وبينكم، اللي هو كيان المكتب ده موضوع على رأسي للكل، لكن أنت جاي تشتغل معايا مش عندي، انت جاي تشتغل معايا مش عندي. وبكره انتوا، احنا كنا زمان بنقول الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل. انا دايما بقول شباب المحاماه هم القاده، انتوا القاده، الكبار دول احنا شيوخ، خلاص شكرا. فانت بكره هتبقى سيادتك، انت النهارده قائد، بكره شيخ، عندك تحت ايدك اللي هيجي بكره يقول لك عايز اشتغل يا استاذ معاك في المكتب، عايز اتدرب عندك، عايز كذا عايز كذا. اتعلم بقى انك تقرا كويس قوي وتمسك الموضوع كويس، وادخل اسال الاستاذ والله حضرتك القضيه دي. لانه اصعب حاجه انك تشيل ورق وتروح المحكمه وانت مش عارف انت شايل ايه، صعبه قوي. يقول لك هتعدي بكره على محكمه عابدين، هتحط الاعلان ده عند الاستاذ ابراهيم في الدور الثالث، انت ماشي الاستاذ ابراهيم في الدور الثالث، انما انت شايل ايه مالكش دعوه، مش كده؟ بعد والله صدقوني مش ده اللي بيحصل بالظبط. إنما أنت لو جيت بقى جواك وتمكنت من، هو أنا رايح الأستاذ إبراهيم ده هعمل عنده إيه؟ طب أما أقرأ الورقة اللي أنا شايلها، إنه في يوم كذا الساعة كذا بناء على التوكيل من حسين بيه الجمال للدكتور جمال دياب المحامي، إن أنا أعلن بالقضية رقم يبقى دي الورقة اللي بعلن بيها، يبقى الأستاذ إبراهيم ده اللي قال لي عليه، ده بقى الرجل بتاع الاستلام بتاع الإعلان اللي كان، يبقى أنا عرفت دايرة أجندة بقى صغيرة حلوة كده، واروح مسجل فيها الكلمتين الحلوين دول كاتبهم، علشان بعد أسبوع هيقول لي إيه، تعرف تروح محكمة عابدين تعمل إعلان عند الأستاذ إبراهيم في الدور الثالث، ما نعرفه لأنه كنت بعلن في القضية الفلانية اللي أنا مش بعمل ده للأستاذ، ليه أنا؟ خلاص هيجي بعد يومين يقول لي إيه، هتطلع بقى على مجلس الدولة، هتخش تحت هتلاقي ناس بتودع قضايا، أقف في الطابور وسلم الورق، انت واقف زي الترماي ماليش دعوة انا ماشي. لا هنا لا، لازم هو مجلس الدولة. يمكن الدكتور المأمون وبيتكلم لما قال القرار الغي فين، حلو.
خلوا بالكم انا لو سالت مش هسال طبعا لان انا عايز اقول اللي عندي مش عايز يعني مش عايز احط حرج. هو انا امتى اسمي القرار قرار؟ امتى اسمي القرار قرار؟ هل انا عندي في المكتب لما اجي اقول الاستاذه فلانه والاستاذ فلان ينقلوا من الاوضه الفلانيه للاوضه الفلانيه ويمسكوا الجزء الفلاني، هل ده قرار؟ وما القرار بيجي منين؟ لازم احدى هيئات الدوله او وزارتها او مصالحها. يبقى خلاص انا فهمت ان مجلس الدوله ده للقرارات اللي بتطلع من الدوله، بروح يا بلغيه يا بعوض عن الضرر فيه يا بيتثبت عليا، مش كده؟ خلاص. طيب امال انت بتروح محكمه الجنح تعمل ايه؟ هو ايه الفرق بين الجنحه والجنايه؟ طب هو ايه الفرق بين الحبس والسجن؟ طب ايه هو الفرق بين المدد اللي في الحبس الاحتياطي؟ طب امتى القاضي يخلي وامتى ما يخليش؟ كل النقط دي بتتسارع معاك في دماغك لانه المكان اللي انت شغال فيه او بتتعامل معاه ما فاهمكش الحاجات البسيطه دي. ولذلك مثلا انا لما باجي بجيب استاذ من حضراتكم بيبقى عندي من الشباب اللي بيتدربوا او بيشتغلوا معايا اقول له احنا عندنا موضوع كذا، ده المفروض بنقراه ازاي، المفروض بنشتغل ازاي، المفروض بنعمله ازاي، بنروح كذا، ابدا رحلتك ولما تتعثر ما تخافش. دكتور انا هحضر جنحه؟ طبعا بالنسبه له هو لما بيروح يعمل صحه توقيع بيعتبرها جنايه صحه توقيع، يقول لك يا ربنا يسترها معانا بكره عندنا جنايه صحه توقيع بكره، مش كده؟ وهدخل يا بيه واقف قدام القاضي. انا دايما اقول انتوا حضراتكم لو بصيت لتاريخك المهني من يوم ما اتخرجت على ما دفعتك اتعينت في النيابة هو زميلك، لما بيوصل قاضي جزئي بتكون حضرتك بقيت ابتدائي، هم الثلاث أربع سنين ويتنقل، فأنت داخل قدام زميل. وزي ما قال الدكتور المأمون أنت أكثر منه إلماما، هو بيشتغل إداري بس أو مدني بس أو جنائي بس أو كذا، لا أنت بيجيلك في مكتبك المدني والإداري والشرعي والتجاري اتعامل. وبعدين ده أنا رحت الجنحة دكتور جمال وحبست الراجل، أقول له ما يهمكش، قلت ايه؟ اقف لما علمك تترفع ازاي؟ والله يا دكتور بنكتب مذكرات، انا لست من محبي المذكرات، انا شخصيا لا في جنايه ولا جنحه، يقول لك يا دكتور مش هنكتب مذكره، اقول لهم لا، لانه انا مؤمن انه الجنائي بتاعنا يا اولاد مرافعه ومرافعه شفاهيه ان انا اتكلم، انما معظم القضاء الجزئي بيلاقي قدامه 300 400 بتاع مذكره يا استاذ ما سمعتش، ولما بيجي يقرا لوحده ما بيلمش، وبالتالي ممكن يدي لك عقوبة مش متوقعة لك، فاهمة أو فاهم؟ طيب البديل إيه؟ إن أنا لما بتكلم بفرض عليه يسمعني وبحكمة وبأدب ما فيش خلاف، وإذا يعني وقع منه الدور وضرك ما تخافش، عندك استئناف وعندك معارضة كذا وعندك كذا درجات، لكن لازم أنت تبقى فاهم الحاجات دي. طب أنا هفهمها إزاي؟ قلت اسأل اللي بيشتغل معاه، معرفتش اقرأ بقى، معرفتش دور على بحث برا، ارجع لنا اتصل بحسين بيه واتصل بجمال دياب واتصل بالدكتور فلان هتعرف، لانه خيركم من تعلم العلم وعلمه، مش كده ولا ايه؟ فالنهارده مثلا انا لو هتكلم هرجعكم تاني، قلت اقروا مرافعات المدنيه والتجاريه. طيب هنيجي بقى نمسك في الحته بقى اللي هي انا بعتبرها ماده التشويق طول عمرها حتى وانتم طلبه في الكليه، اول ما تسال طالب بتحب ايه يقول لك الجنائي على طول، وبنحب الدكتور فلان ده بتاع جنائي، لانه طبعا التشوق اللي في الجنائي مساله لازم تفهموها وهي ايه؟ الحس الشخصي. يعني انا بتعامل مع القضايا دايما بكل المهن اللي فيها، اما بقرا خلي بالكم انا قلت مره قبل كده في احدى المحاضرات قلت كلمه الجريمه جريمه بتطلق على كل اثم جرمه القانون وحط له عقوبه، ودي بنشتغل الجريمه فين؟ في اسم الشرطة اللي هو محضر الاستدلال اللي بنقول عليه أول حاجة بتتكتب في القضية. قلنا لما بنروح المحكمة النيابة اسمها قضية، اللي هي مرحلة التحقيق اللي بنقول عليها التحقيق الابتدائي اسمها قضية، لما بتحل المحكمة بتبقى الدعوة. خلاص لما بنوصل لمرحلة الدعوة انت بقى مطالب هنا هتشتغل، لازم تقعد بقى مع نفسك كده وتمسك الموضوع وتحلله حتة حتة. هنا لازم تشتغل تاني، انت الضابط اللي حقق وانت النيابة اللي حققت وانت القاضي اللي هتحكم وانت الدفاع، لازم تعيش الاربع ادوار دول. ازاي؟ ما انا لو بحقق كان المفروض اسأله السؤال ده، الضابط ما سألوش، في الاستجواب اكتبه. طب النيابة فات منها كذا اكتبها،
وخلي بالك انت حصنتك قدام المحكمة، انت محصن مش بنخرج عن الإطار، لكن انا ليه حقوق اتكلم. ولذلك انا لما بلاقي جريمة عندي وفيها ضابط افسد فبطلق عليه لفظ فاسد وبترافع وقول ده فاسد. لما بلاقي قصور عندي النيابة بقول النيابة اثرت في كذا. وانا اذكر مرة انه انا لقيت في جناية شرفة قتل، كانت جناية شرفة قتل اب وابنه، فلقيت المحامي العام محيل الامر للمحكمة وكاتب شرفة قتل معلق على شرط. انا لسه يعني انا خلاص شعري ابتدى يهاجر، وشرفة قتل معلق على شرط. تاني ادور على الجملة دي قلت يمكن يكون حد عملها في رسالة او في بحث او حاجة، ما لقيتش. فالحقيقة رحت ايامها قابلت المستشار عادل الشرباجي وكان النائب الاول لرئيس مجلس القضاء الاعلى وهو صديق عزيز وحبيبي يعني. قلت له عادل بيه معلش انا وانا محامي وانا طالب وانا استاذ ما شفتش المعلق على شرط ده خالص. فبص كده ورعامل لي جنبها اكس 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 بالقلم بتاعه يعني رفض الجملة. لما دخلت قدام محكمة الجنايات وبعد ما خلصت مرافعتي خالص قلت له معالي المستشار اسمح لي بس اقول كلمة. قال لي اتفضل. قلت له انا ابويا شيخ. قال لي ايوه. قلت له والله العظيم والله العظيم والله العظيم ابويا قال لي اللي بيعلق على شرطه هو الطلاق، انما انا عمري ما سمعت نشرف قتل لو انا محامي ولو انا طالب ولا انا استاذ. قال لي خلاص يا دكتور جمال براءه. فاهم يعني انتوا قد ايه يلفت نظرك القيد والوصف؟ الجمل دي النهارده ممكن تبقى كبيره على ودنا. يعني ايه يا دكتور جمال القيد والوصف؟ يعني ايه المحامي العام؟ يعني ايه؟ فلازم نرجع للنقط دي لانه انا عملت محضر شرطه في الاسم مش كده؟ بعد ما بيطلع من الاسم بيروح فين؟ النيابه. لو انا ما تابعتوش بيحصل ايه؟ ولما يتحفظ اعمل ايه؟ طب اللي بقى ايه اللي يخليني اعمل كده؟ طب ما انا ممكن اتجاوز النقطه دي ان انا عملت المحضر وقبل ما يوصل النيابه بكون انا على باب المحضر والنبي يا معالي الرئيس طلب عايزين نعمل استيفاء للمحضر بتاعنا معانا مستندات هنا غلت يد مش عارف يحفظ لانك خدت الموافقه وهقدم مستندات. انما ما انا عارف ان هو هيركن اخد لي شهر وبعدين نتظلم ياخد له 15 يوم. وخلي بالك الموكل بتاعك عامل زي الناموسه زز طول النهار. ابي حبسته يا عم؟ حبست ايه؟ قتلته يا دكتور؟ يا ابني قتل ايه؟ خلي بالكوا الحاجات دي مهمه جدا وبسيطه وبتسمع بقى، وخصوصا الاساتذه الافاضل الصغيرين اللي زي حضراتكم في المنطقه بتاعته بقى. هو رجع بعد الظهر بقى الشارع كله مستنيه. الاستاذ كان بيعمل لنا صحه توقيع النهارده، ايه الاخبار؟ اترفضت. يا سوادي سويت بقى والدنيا تتقلب مش كده. وبعدين يدخل بقى يقول لهم ايه ده انا عملت محضر في الاسم اتفرجوا عليا وانا بعمله. يا اخوانا في ايه؟ لا لسه لسه. انا شخصيا هقول لكم انا كنت وانا بدرس كان استاذي في القانون الجنائي دكتور حسنين عبيد تسمعوا عنه طبعا اكيد وقريتوا له وكان نائب رئيس الجامعه واستاذنا في الجنائي. اول مره اشتغل جنايه كانت في محكمة باب الخلق اللي هي اتقفلت وبقت زينهم دلوقتي. جناية رشوة ومتاخد فيها 6 مأمورين ضرائب. فطلبوا الدكتور جمال عن المتهم التاني. وأنا معرفش مين المتهم الأول مين عنه. فلما دخلت وقفت لقيت وقف جنبي الأستاذ الدكتور حسنين عبيد. حصل لي شيء من الإيه؟ أنا أقف جنب ده؟ إزاي؟ فأول ما قال له الدكتور حسنين عبيد بيحضر مع المتهم الأول انا لساني مش قادر انطق اقول للدكتور جمال دياب بيحضر على المتهم التاني كتير عليا. فرحت مادي ديدي له كده فحط ايده رحت موطي بايسه فسحب ايده قلت له انا ما حلمتش اقف جنبك انتوا فاهمين لكن هتوصل. وبعدين ما توقفش عند سقف علم معين خلي بالك صدقوني العلم يرفع بيوتا لا اساس لها والجهل بيهدم بيوت العلم والادب وكل حاجه. ولذلك انا فاكر لما خدت الليسانس احد الزملاء الافاضل قال لي يعني انت مش هتبقى محامي يعني؟ قلت له هبقى محامي بس مش هشتغل دلوقتي. فروحت عامل دبلوم قانون جنائي خدته خلاص كده اخرك. قلت له اليس رساله بقى ونناقشها وناخد الماجستير ونعمل كتاب وتفرح بنفسك وانت حاطط اسمك على كتاب بتاعك انت ورساله ولك تشريعات عايز تعدلها. وبعدين طب اخرك لا ناخد بقى الدكتوراه. لما بتاخد دول ك
كان أستاذي اللي بيناقش معايا الدكتوراه يقول لي هتعرف قيمة الدال لما تحطها جنب اسمك، خلي بالكم. قلت له يعني ايه؟ قال لي بكرة تعرف. ففوجئت مع الوقت انه انا سعري غير سعر اللي ما عندوش دال، انا اللي عندي في قراءاتي غير اللي ما عندوش. طب ده جالي منين؟ من العلم. اقرأ ما تخافش، وبعدين اغلط، ما احنا مش ملايكة، بس اغلط في الشغل، مش تغلط اللي هو عندك جناية والجلسة شغالة وانا مش رايح. لا، خلي بالكم، الكلمة مسؤولية، القرار مسؤولية يا اولاد. يعني انا النهاردة اقول لكم على موقف لطيف. انا صحيت من النوم لقيت تليفون مكتوب عليه حسين بيه الجمال، قلت ده طالبني 7 الصبح، انا صحي 9 لان عندي ميعاد المكتب الساعة 2، ما اقدرش اشوف النمرة وما اطلبوش. يا حسين بيه، قال لي يا دكتور جمال عايزينك النهاردة. قلت له ما قلتليش امبارح؟ قال لا. قلت له خلاص حاضر. رتبت الدنيا كلها، قلت له هتبدا كام يا دكتور حسين بيه؟ قال لي الساعة 12. قلت له انت قلت لي 12:30 عشان اسرق منه نص ساعة. انا على الباب هنا 12:30. الانضباط يا اولاد في الميعاد مهم. المحكمة انت تستناها، هي ما تستناكش. اقرا موضوعك كويس. بكرة حلوة قوي لكم، وخصوصا ان احنا الحمد لله دايما يعني ببشركم بشرة خير، ما حدش هيقولها لكم الا انا. في الحالات الاقتصادية وانهيارها الجريمة بتزيد، فهيجي لكم شغل كتير قوي. على الشغل محظوظين يعني، حظكم حلو قوي، بتكثر جريمة السرقة والقتل وكل حاجة، والنصب ما أجمله، ما أجمله الحقيقة. يعني ولذلك من الحاجات اللطيفة اللي كنت دايما أحبها لما كانوا يقول لك إيه المثل البلدي، لما تسمعوه يا أولاد وتطبقوه على القانون هتلاقوه، هو يقول لك إيه؟ طول ما الطماع موجود النصب خير. يا أخوانا الكلام ده، فوجئت لما جيت أدرسه بقى وأدرسه يقول لي ايه؟ الطرق الاحتيالية، الايهام، واحداث الاثر. اطبق ده ازاي؟ قال لي ماشي، نجيب شركات توظيف الاموال. مالها؟ قال لك يقول لك 1000 جنيه بتاعتك هتاخد عليها في الشهر 20 جنيه، في الوقت اللي البنك بيديك 4 جنيه. منطق. الطماع يروح لامم فلوسه ومديله 10,000، يلاقيه جاي له اخر الشهر 200. طب ما نبيع الارض بقى ونحط الفلوس. يبيع بعدها. طب نبيع العربية. نبيع بعد ما باع كله، التاني خد وقوله مع السلامة بقى، سلم على ماما، خلاص طارت. مفهوم؟ انتشر دي قوي طبعا. ودي اللي حصل، انه شركات توظيف الاموال لما اتقفلت والدنيا اتدمرت بقت تتلعب اللعبة دي شخصيا، لدرجة انه انا من الحاجات اللطيفة جات لي قضية في المنوفية من حوالي 2 أو 3 شهور. راجل عمل برضو نفس الشغلانة، وهنعمل مصنع ايه وكذا وكذا وكذا، ولما من الناس الفلوس، وبعدين تعثرت الدنيا، خد بعضه شكرا. فطيب ينتقموا منه ازاي؟ سواء كان هو ظالم او مظلوم او عمل او ما عملش، هو مش موجود. نجيب مراته واخوه. طيب بس لما تجيب مراته واخوه خليك ذكي، او روح بقى لمحامي شاطر يركب لك الجريمة صح. وانا دايما انا حتى في جنايه القتل قلت للمحكمه مره يا ريت الضابط الفاسد ده كان قال لي وانا كنت رسمت له الجريمه يعملها ازاي، انما دهبل كاتب كلام غلط. فاللي حصل لما رحت المحكمه عشان اترافع، مسكت الورق اقراه، الست دي قاعده في بيتها ملهاش دور، انتوا حاطينها ليه؟ والراجل ده ملوش دور. فابتديت اكلم المحكمه في درس الكتاب تعريف الطرق الاحتياليه. هل تم عمل طرق احتياليه مذكوره عندي في الورق هنا؟ مفيش. طب فين الإيهام اللي عملته الست؟ مفيش. طب فين الإيهام اللي عمله أخو الآخر؟ مفيش. إذن أنا جدير بالبراءة، وخصوصا لما لقيت في بعض المهن يقول لي فلان الفلاني عامل زراعي مديله 7 مليون جنيه. قلت لهم ده يتسأل، أنت جبت 7 مليون جنيه منين؟ وده كذا وده. آخر الجلسة بتاخد البراءة. فأنت لازم تشتغل في قضاياك الجنائي حبوه. أنا بقول لكم مش بزكيه عشان أنا بشتغل، لا، أنا عندي في المكتب إداري وشرعي ومدني كله أساتذة أفاضل، أنا عندي أساتذة بينزلوا يخلعوا ويطلقوا ويعملوا كل ده شغل، وأنا بحب الكلام ده كله. لكن الملكة اللي هي بتاعتنا الجنائي بالذات هيحببك في القانون، هتشتغل، هتلاقي نفسك الصغيرة وفرحتك بالبراءة. أنا شخصيا في جنايات باخد فيها البراءة أقول لهم سعادتي كيوماني في عمري، يوم الثانوية العامة ويوم الدكتوراه. اللي متفاكرين الثانوية العامة طبعا كان الشوارع بتضلم وتصوت وتنور وبتاع، وفي الآخر بناخد الثانوية وبعدين إيه الهبل اللي أنا كنت فيه ده، لكن هو ده. فبتيجي أنت أجمل شيء عندك إنك تحصل على براءة متهم وهو يكون فعلا جدير بهذا،
وبرضو السؤال اللي بكرره وهتسمعوه ومضطر اقوله لكم في كل محاضره، هو المحامي لما بيبقى عارف ان المتهم متهم وبيدافع عنه ده حلال ولا حرام؟ مش كده بهوات؟ كلنا هنقلب الشيخ الشعراوي صح؟ ماشي. شوفوا، اولا الدفاع كدفاع دي مساله بتتوقف عليها المحكمه، يعني دايره الجنايات لو انعقدت وحضرتك ما حضرتش زي ما قلنا غير النيابه، هو ما يعرفش يشتغل من غيرك. ادي واحد. سيدنا موسى طلب من ربنا اخوه عشان يبقى بالنسبه له ايه، افصح منه لسانا يعرف يتكلم ويدافع عنه لما يحصل في القتل في كذا في كذا في كذا. طب احنا مهنتنا حرام في ايه؟ خلي بالكم مين اللي قال حرام؟ البعض ده احنا بنقول هذا السؤال. ماشي، حسين بيها يسجننا. خلي ابدا مهنتكم ده، انتوا حتى المولى عز وجل بيقول لك ان الله يدافع عن الذين امنوا، دفاع في القران موجود، ربنا نفسه بيدافع عننا لما بنؤمن بيه بكل حاجه. لكن اللي بيحصل ان انا دايما اقول لكم انا شخصيا بشتغل اجراء، ببص على الاجراءات و80% من الجنايات اللي بنكسبها اخطاء اجرائيه. ولذلك انا واحد بيسالني مره في لما الطلبه وانا بشرح لهم جنايه القتل ازاي خلصناها، فقال لي يا دكتور جمال هم قتلوا ولا ما قتلوش؟ قلت له ما اعرفش، انا ما اعرفش، انما انا لما جيت امسك طب شرعي لقيته مخالف للاقوال، لما جيت امسك تحريات لقيتها بتكذب كذا، لما جيت امسك لقيت كل دي، فانا طعنت على الاجراء ده والاجراء ده والاجراء ده والاجراء ده، فكانت البراءه. انما الجرم نفسه انا ماليش فيه. نفس الوضع لما بيجي مثلا في قضايا مخدرات، ودي كتير اكيد تشتغلوها الشباب الصغير، السيجاره المشتعله والكلام ده، لما تيجي تقراها قراءتها لها مذاق رغم صغرها لكنها بتمثل جنايه، مش كده ولا ايه؟ وهو ايه الفرق بين السجن والسجن؟ ها المكان اسمه ايه؟ امال الثانيه السجن. طب الفرق بين الحبس والسجن؟ ها ها من 24 ساعه اللي هي اليوم ماشي لكام؟ لثلاثه. ما ينفعش يبقى خمسه؟ خمسة ما ينفعش؟ خمسة؟ ينفع؟ لا مش لازم قتل الخطأ. وأقل من كده. يعني احنا دايما بنيجي في الجنح ونقول لما بنشدد بندي الخمسة، مش كده؟ يبقى في التشديد. انما لما جينا من الجنايات بتبدأ من كام؟ لكام؟ لخمسة وعشرين. لا، واحنا عندنا تصنيف للعقوبات، مش كده؟ في عقوبات مالية وفي عقوبات سالبة للحرية وفي عقوبات بدنية، مش كده؟ طيب لو جيت قلت ضمانات حكم الإعدام إيه؟ هنعدم بقى، إيه ضماناته؟ هل له ضمانات نعرفها ولا لا؟ لو قرينا إجراءات لا ده أنا مش هقول إعدام، أنا بس بقلب معاهم اللي انتوا خايفين. بالعكس أنا عايز كلكم تشتغلوا في الجناية عشان أنا أشتغل، لان انتوا لما هتاخدوا الجنايات هتخسروها فهيجولي. العقوبات شفتوا اللي انا بقوله ده موجود في كتاب الكليه، مش حاجه عمليه. لكن لما انت بتبقى عارفه وعارف المده بتاع الحبس الاحتياطي، النيابه حقها ايه، القاضي الجزئي بيدي قد ايه، غرفه المشوره كام، امتى اخلي امتى ما اخليش، ايه كل ده موضوع. وبعدين المسائل الاداريه اللي انتوا بتشتغلوها دونوها، لانه هيجي عليك وقت انت مش هتنزل تشتغل اداري، هتكبر هيبقى عندك اساتذه بيتدربوا معاك، هتقول له روح كذا واعمل كذا واعمل كذا. وبالتالي المساله حلوه وشيقه وجميله، بس انتوا دايما لما حد من حضراتكم بيطبخ يقول لك دوق الاكل له مذاق. اذا عشقت القانون بتاعك ومهنتك هتتعب شويه في الاول، اتعب ما تخافش. الدخل مش قد اللي بيحصل ده، بيديني بدل انتقال اقل. الأمور دي ميز نفسك بعلمك، هتلاقي نفسك دخلك بيزيد، هتنفرد بمهنتك لوحدك، هتنجح، وهيجي عليك يوم هتتعد في مصاف الأسماء اللي انتوا بتسمعوا عنها، كلهم كانوا خريجي حقوق زيك، كلهم حملوا ذات المؤهل، لكن اللي ميزك أو ميزه عنك انه قرى كتير، اشتغل كتير، كبر في السن، بقى له سعره، ده مستقبلكم كلكم.
صدقوني انا والله لا افرغ من الحديث معكم، انا عايز اتكلم معكم كتير، ولكن دي البدايه لكم وافتتاحيه. واعتقد ان شاء الله ان شاء الله في ترتيب المحاضرات وانا برجو حسين بيه انه يبقى في لنا جدول مع بعض اطول، عشان عايز اشتغل معاكم حته حته في الجنائي من تحت لفوق، علشان لما تجيلك قضيه من نوع كذا تشتغلها ازاي، تقرا ازاي، جنحتك ازاي، مرافعتك ازاي. وانا مهما قلت لا استطيع ان اوفيكوا حقكم، ولا اللي عندي مش هو كل حاجه، بس انا هديكوا كل اللي انا اعرفه. تشرفت بيكوا، كل سنه وانتم طيبين، ومتشكر على حسن الاستماع. الف شكر.